صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. ما احب لقلبي انه استقبل مراهقين ومراهقات يقعدوا قبالي ويخبروني القصص اللي بيكتبون. عن جد ببقى فخورة، وخاصة انه بيرجع في علاقة تبقى انا وياهم، بيصيروا يطلبوا مني نصايح، يطلبوا مني اكتب لهم مقدمات كتبهم، يعني عن جد بتابعهم وكأني يمكن انا امهم الروحية او الثقافية، وهذا الشيء عن جد نفتخر فيه بلبنان، انه في جيل بدل ما يكون ملهي بامور او عادات سيئة عم بيكتبوا وعم بيكتبوا افكار رائعة وعم بيقدروا يعبروا عن حالهم. اليوم بحب رحب بفقرة كتاب بكاتب صدفته مش من كثير زمان، ولكن قد ما عنده طموح وعنده شغف للكتابة اليوم موجود معي لكتابه الثاني. بحب رحب بتانيوس أغناطيوس. أهلا وسهلا فيك. أنا من أول مقابلة لليوم صار في يمكن علاقة صداقة بين بعضنا، لأنه أصلاً أنا فخورة إنه عم تقدر تعطي، وهذا كتابك الثاني اللي رح نحكي عنه اليوم من بعد Excuse My Lame Sense of Humor. Today يعني اليوم رح نحكي عن كتابك الجديد Moving to Mars اللي كمان هو انتقاد شوي للمجتمع اللبناني، وهذا بتصور إنه كتير جريء منك انك تنظر للمجتمع اللبناني وتقول له انت غلطان. بحب هيك اعرف المشاهدين عليك. تانيوس أغناطيوس من مواليد دامور سنه 1996، عمرك 15 سنه، وهذا كتابك الثاني، عن جد برافو. وتلميذ بالسكوند بمونتانا انترناشونال سكول. تحيه لكل التلاميذ، قلت لي انه عم بيحضروك اليوم، مضبوط. تحيه لهم كمان. بحب يعني بحب تخبرني اولا شو ليه الشغف للكتابه، وشو يعني شو بتحب، قد ايه بتحب تعبر عن كل الامور اللي بتزعجك بالمجتمع اللي عايش فيه؟ انه هالايام ما بقف، انه ما عندي غير طريقه لاعبر عن ايش اللي عم تزعجني بالكتابه. انه شو بدي اعمل شيء ثاني؟ دخن، حشيش، شو بدي اعمل شيء ثاني؟ حسيت انه احسن شيء اكتب وبفضي كل شيء، وبعدين بنسيه بيطلع منه شيء حلو. بحس انه عم بكتب توصل مثل مساج صغير يعني عقد عمري للناس اللي عم بيقروا كتبي، بركي شوي هيك بحسنوا حياتهم اذا ممكن بطريقه بكم شغله. معك. وحتى انا بحب اقول للمشاهدين انه كتبك مع انه انت بدك توصل رساله يمكن للمراهقين من عمرك، ولكن بتصور كمان عم بتوصل للاهل وللاكبر لكل الناس اللي عم تعيش بمجتمع فاسد وعم تقبل فيه، بالعكس عم تتماشى معه. اول كتاب لك Excuse My Lame Sense of Humor كنت عم تنتقد فيه عن كل المجتمع اللبناني، خاصة اللي بيحبوا المظاهر، اللي ما بيعيشوا حياة مثل ما هن بيحبوا ولكن مثل ما مفروض الاخرين يقبلون او يعيشوها. وبذات الوقت بهذا الكتاب عم تنتقد كمان المجتمع اللبناني اللي عم بيعيش حياة معقدة بدل ما يلاقي السعادة بالأمور البسيطة. ليه هالفكرة وشو اللي خليك تفكر بهالموضوع مع أنه ولد يعني أو مراهق بعمرك بيبقى من هي مدير إشياء؟ مزبوط. شخصيا يعني لقيت أنه صار كتير صعب الواحد يمشي مع الحياة، خصوصا هلأ وخصوصا بلبنان في كتير مشاكل يعني، وما لقيت أنه يعني من الحل لها عم نلاقيه باشياء ابعد واعظم بكثير من ما هو الحل البسيط اللي فينا نلاقيه حدنا. مشان هيك كتبت Moving to Mars. هي هلا بعد شوي بيعرفوا المشاهدين انه بتحكي كيف الانسان بيبرم العالم كله كرمال يلاقي شو ما بده، بعدين بيكون هو حده الشغله اللي عم يبرم حواليها. مضبوط. فهيدي من زمان يبقى عندنا كيد سوفونير. في صديقه لي يمكن بالويتيام او شيء هيك كتبت لي بهالمعنى انه اوني توجور على ريشيرش، اون فا توجور على ريشيرش دو بونور سان سافوار كو لو بونور se trouve dans le plus proche de nos jardins, يعني بيكون حدنا ببيتنا او بجنينتنا، ونحن بنروح بنسافر تنلاقي هو السعاده موجوده فينا. هيدي والسعاده بتصور مثل ما انت بتقولها انه هو حد يكون مكتفي ويكون انوع بالامور اللي عنده اياها، ويعيش على قد ما هو بيقدر
ويعيش حقيقة، لأنه لسوء الحظ مثل ما أنت بتقول المجتمع اللبناني هو مجتمع كاذب وفاسد للأسف. للأسف مش كلهم أكيد، مش نحكي عن جنرال أكيد في ناس كتير منيحة وتحية لهم. طيب ليه العنوان Moving to Mars؟ وأكيد يمكن على الكاميرا عم نقدر نشوف الغطاء الغلاف. كمان ليه صورة هالغلاف اللي بتفرجينا كيف كان الإنسان قبل وكيف تطور ليصير شو هو اليوم؟ أكيد من الطريقة العلمية. هي نظرية بالنهاية. صح. لداروين أكيد كلهم بيعرفوا إنه اقترح مثل قال إنه كيف إجا الإنسان على هالأرض، قال إنه كانت ساعدانة أول شيء وزينا كلنا منها. وهي نظرية يعني، بس أنا كتبت كتابي based on this concept، وحطيت الساعدين في الواحد يفهمها مثل ما بده. بس أول شيء إنه كيف الإنسان قديش تطور من إيده عم بيرجع تيصير ساعدين. إذا الكاميرا فيها تفرجي، أنا الساعدين عاملوا بالجري هيك، اللي بيطلع أكثر على الكوفر بيعرف إنه الإنسان تقدم بس رجع على الساعدين. يعني انت قصدك الستارتنج بوينت بلش من من الساعدين وهلا عم نرجع شوي شوي، عم ترجع مش اكيد شكلا، ما عم نحكي شكلا ضمنا اكيد. معك حق، يمكن في ناس بتصرفهم في كمان انه الساعدين والانسان انه الانتقال من الارض الى مارس هيدا. وليه نحن بنعرف انه بالقصه بنخبرها هيك شوي للمشاهدين، بتقول انه اخر ست سنين عشتهم نضجت فيهم. كنت تطلع بالحياه تفكرها مثل ما بتدرس تتعلم بالمدرسه حلوه وما فيها شيء صعوبات وكل شيء، فجاه من ست سنين لليوم انت عم تطلع عم تلاقي انه الحقيقه غير اللي موجوده بالكتب. طيب قل لي شو اللي خليك تقشع هالحقائق؟ هل انت شفت اصحابك عم بعيشوها، او مجرد انك عايش بهالمجتمع عم تحس فيها؟ وخاصة انه تحية كتير للاهل اللي قبل كمان باول كتاب كتير قلنا قديه موجودين حدك واكيد مربينك بطريقة صالحة تقشع الغلط، لانه لو عايش انت مثل الناس اللي عم تنتقدهم ما كنت شفت هالشيء. رح اعطيك اكزامبل كتير هين ليش هيك فكرت انا. بالمدرسة بدرسوك بالجيوغرافية انه الكرة الارضية هي دويرة واخضر وازرق، بس ما للأسف هالايام انه الكرة الارضية ما عادت دويرة جالسة ولا فيها بس ازرق وابيض، صرت تقشع ازرق واخضر، صرت بتقشع اسود من فوق. وهي بذكرها بالكتاب، هيدا ابسط اكزامبل يعني انه شو بيدرسونا بالمدرسة كتير بيفرق عن الحياة الواقعية اللي بنعيشها بلبنان. نعم. ويمكن بيجملوها أكثر. بيجملوها وبيهينوها، بس هذا الشيء غلط يعني. واحد بيكبر وبيقع على الحياة بيلاقي انه كل شيء علموه اياه غلط وكذبة. نعم. طيب واليوم بتحكي كتير بكتابك عن العلاقة بين الواقع والخيال، وكل شوي بتذكرنا انه انت كتير واقعي وانت قاشع كل شيء، ولكن هذا الشيء يعني، ولكن الخيال ضروري تواحد يطلع اياه من هالواقع المرير ويلاقي حل لإله. وانت قلت انه الكتابه لك هي يعني من الامور اللي بتعملها تتبعد عن الواقع. شو برايك العلاقه بين الواقع والخيال؟ هل هي كثير بعيده عن بعضهم، او بالعكس الخيال والواقع هن تقريبا مثل افك كل يعني المداي، يعني اذا فينا نقول فاس والبيل تبع المداي؟ ايش صار وراه مره قال هذا كوت كتير بحبه، قال انه what we may dream may be really beautiful but nothing replaces reality. انه شو بنحلم فيه كتير حلو، بس ما في شيء بيحل محل الواقعيه. وهذا شيء كتير مزبوط، انه حلو اوقات الواحد يحلم وهيك، بس بعدين انه مجبورين نرجع على الخيال. وكمان على الواقع، على الواقع. وكمان برتكز انه ما بقى في حدا، انه ما بقى عندنا غير حل الا انا from personal experience، انه بهرب للخيال تاهرب من المشاكل اللي بنعيشها كل يوم. نعم. هي مثل حل انا لقيته شخصيا يعني، انا تاهرب من الواقع المر اللي عم نعيشه بلبنان. طيب انت كمراهق، بحب اسالك هذا السؤال، شو بتلاقي، شو هي المصاعب والمشاكل اللي بيواجهها اليوم مراهق لبناني بالمجتمع اللبناني؟ اكبر مشكله هي كيف تتعاملي مع الناس، خصوصا لمراهق. هي اكبر مشكله، من الكذب، من الناس اللي بيطلعوا فيك بطريقه غلط او بيفهموا مثل ما بدهم يعني. هودي هي مشكله كثير كبيره
بعشوائي المراهقة. نعم، يعني بتبقى انت مربى بطريقة انك ما تكون صادق، يعني تتصرف طريقة كتير لاقية، بس مقابلك في ناس ابدا منهم مثلك، وهذا شيء كتير بداية اكيد لما بتعرف كيف بدك تتصرف وما بتقبل تغير عن مبادئك، وهذا اهم شيء. لو كلنا كذابين وكلنا هيك كان بيمشي الحال، بس ناس هيك ناس هيك لا. لا ما نحن بعد نحن بدنا نجيب المنتين مال عمالة الخير، هيدا اللي لازم نفكر فيه. هيك هيدا اللي عم هيدا الغاية اللي عم بكتب فيها كتبه. ما في شك، على كل حال رح نحكي عنهم هول الاشياء. بتحب تنتقل للمريخ؟ للمريخ. لانه بدك تهرب من هالواقع الموجود على الارض. وكأن إذا انتقلت من كوكب لكوكب كل شيء رح ينحل، ولكن لسوء الحظ عم بتاخذ معك ناس، وقتا تاخذ ناس منا منيحة، يعني إن شاء الله تاخذها أكثر أبعد من المريخ، رح تضلها مثل ما هي، يعني مثل في مثل بيقول إنه مثل واحد، هيدا مثل بيعطوه عن العصافير، إنه بيقعدوا محل بيجوا بيفكروا هن انه اذا انتقلوا على غير محل ما رح يجوا، ما عم ينتقلوا هن على غير محل ورح يجوا ثاني محل، يعني الحل فيهم مش بالمكان. خبرني ليش انت المريخ اللي هو الحل لمشاكل؟ انا بالكتاب ذكرت A Virgin Environment between parentheses مرتين، وهي الموفينج تو مارس هي بغايه البحث عن بيئه بعد ما حدا دقرها ولا انسان لوثها. سو مشان هيك ما خص مريخ، يعني ان شاء الله حيلا محل، ان شاء الله هون في شيء دكان صغير يعني نقدر نهرب عليه ويكون بعد ما حدا جواه وما حدا لوثه. يعني بدك تروح على محل كثير طاهر تبلش من صفر. مزبوط. وانا كمان ما يكون شيء في شيء اي شيء يعني شر. مزبوط. وقلت كوت بالكتاب انه لايوكو اونو هو انه شو من وات يو دريم الون از اونلي ا دريم، وات يو دريم توجذر از رياليتي. سو للاسف اضطريت اخذ هالناس تقدر انه اعيش معهم. تعيش واقع لانه وحدك منك مجتمع. ما في صفر لوحدك. صح. حلو كثير، برافو عليك. بدي اذكر المشاهدين انه هيدا كلها كونسبت، ما يصير انه انا ما سافرت مظبوط المضبوط لهونيك. مظبوط. مش بخيالك. بخيالك سافرت. ما في شك. جربت تلاقي الاهين. نعم، هلا رح اقول لك ايه. لما غيرك تانيوس بيحلم بالشهره، بالسلطه، بالغنى المادي، انت كل شيء عم تبحث عنه بعمر 15 سنه هي الحياه البسيطه، بس الحياه اللي مزبوط بتحس حالك انك انه عن جد عايش، لانك عم تلمس الحقيقه. بتصور هيدي اللي عم بيسمعني مش كلهم رح يفهمونها، بس انت فهمان وانا فهمان وفي ناس عم تفهم. قد ايه لك مهم انك تعيش حياه بسيطه تتوصل على الحياه الحقيقيه اللي لازم نعيشها كلنا، اللي هي فيها اكيد القناعه، اللي فيها السعاده اللي ممكن نلاقيها بحالنا. السعاده الذاتيه. صح. انا بحس انه وقت يكون عندي كل شيء، كل السميتيون، اذا انا عندي اياهم ما عندنا اصلا الا حياه سهله. هيك ما عندي شيء ثاني اقوله، انه انا هلا حاليا عندي كل السميتيون ومع كل تواضع وكل شيء. سو اكثر شيء بدي الاقيه هو الحياه سهله، تقدر انبسط بكل الغير. يعني انت الانسان اخترعهم. انت بتتعب، يعني انت عم بتقول انه اليوم بعمرك كمراهق اهلك مرتاحين ماديا، انه فيك تحصل على اللي بدك اياه. لا خلينا، لانه يمكن في مشاهدين ما رح يفهموا شو عم بتقول. أوكي. وانت عندك السلطه، لانه بمعنى انه انت اللي بدك اياه. سلطه بالكتابه. ايه، انت بظن اليوم كاتب غيرك منه كاتب. مزبوط. وشهره لانه طلعت معي عده مرات، كتبك عم تنباع، طلعت كمان بحلقه انرجي، يعني صار عندك بعمرك ناس صارت تعرف تسمع عنك، ولكن انت حبالك تروح على هالحياه البسيطه. مزبوط. طب هل يا ترى سهل هالشيء اليوم بمجتمعنا؟ سهل روح على حياه اهيان؟ ايه؟ كثير صعبه، انه شو بدك ابعد من المريخ؟ نعم. طب صعبه لانه انت ما بتقدر، او لانه نظره الغير ما بتخليك تكون انت شو بدك؟ انا ما بقدر. اول شيء ما حدا بحس بده يسافر معي على المريخ، وما في روح لوحده، يعني الناس ما مش عم بيساعدني وانا كمان مش عم ساعد ذاتي. ليه ما في ناس؟ ما بتعتبر انه بلا ممكن يكون في ناس تشبهك؟ بس اقليه كثير. اقليه بس كتير. لازم تامن انه في. اكيد في دائما، لانه هيدا روح الثورجيه اللي بيبقى واحد عنده اياها بعمر المراهقه كلنا قطعنا فيها، بس هي اوعى تشيلها، يعني هيدي ما لازم تموت عندك، بس هي بكره وقتها بعد تكبر اكثر، يعني هيدي من وراء خبره لانه اكبر منك، انه بتروق وبتصير تشوف انه في حلول يعني اكثر مما انت متصور. هل المريخ فيك تعمله بكره بعيشتك؟ هل بيسالوا المشاهدين حالهم شو في حل؟ نعم.